أكدت أسبوعية روز اليوسف المصرية استمرار الجزائر والبوليساريو منذ ثلاثة عقود في عرقلة مسلسل الوساطة الأممية من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء. وذكرت المجلة في مقال نشرته في عددها الأخير بأن مجلس الأمن كان قد أشاد بالإجماع في 26 من أبريل الماضي بجهود المغرب لحل قضية الصحراء، وأعرب عن تقديره الكامل لهذه الجهود ذات المصداقية. وأضافت أن قرار مجلس الأمن دعا الجزائر للسنة الثالثة على التوالي إلى بذل جهود أكبر لتسهيل إحصاء وتسجيل ساكنات مخيمات تندوف وفقا للالتزامات الدولية، ولتعاون أكبر مع منظمة الأمم المتحدة والانخراط بحزم أكبر من أجل وضع حد للمأزق الحالي والمضي قدما نحو حل سياسي. وفي سياق متصل، استقبلت المندوبية الجزائرية المكلفة بحقوق الإنسان اليوم الاثنين بالرباط وفدا يمثل منظمة العفو الدولية أمنيستي انترناشيونال، يرأسه السيد فيليب لوتر مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهذه المنظمة. وذكر بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن هذا اللقاء يندرج في سياق التفاعل والتواصل المستمر للسلطات المغربية وانفتاحها على مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان بمن فيهم المنظمات الغير حكومية. وفي نهاية اللقاء الذي حضره ممثل القطاعات الحكومية، سلمت منظمة العفو الدولية نسخة من تقرير أعدته حول المغرب، والذي سبق للمنظمة أن أعلنت أنها ستقدم خلال ندوة صحفية يوم الثلاثاء 19 مايو 2015 بالتزامن بالرباط وباريس ومدريد ولندن. زيارة الوفود الدولية إذن لبلادنا وخاصة الأقاليم الجنوبية دليل واضح على ما باتت تنعم به هاته المناطق من انفتاح ديمقراطي وحداثي يأتي في أفق مجهودات هامة تبذلها الدولة في المجال الحقوقي والديمقراطي. تقرير في الموضوع مع محمد المصطفى خيا. أشواط إيجابية هامة انقطعها المسار الديمقراطي بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فصارت هذه المناطق نموذجا للحرية والديمقراطية يحتذى به لدى سائر دول العالم. محليا بذلت الدولة مجهودات جبارة نحو ترسيخ قيم الحداثة والديمقراطية عبر إنشاء هيئات جهوية تتناول واقع حقوق الإنسان بالمنطقة وتعمل على تطويره لجعل الساكنة المحلية تتمتع بكامل حقوقها في ظروف جد إيجابية. كما عملت الدولة على تطوير عمل فعاليات المجتمع المدني المحلي لتشتغل على واقع حقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك عبر تنظيم ندوات ولقاءات تتناول الواقع الحقيقي للمنطقة وسبل إيجاد حلول عاجلة لمختلف المشاكل التي تتخبط فيها الأقاليم الجنوبية. المجتمع المدني تناول كذلك واقع حقوق الإنسان والديمقراطية التي تشهد هذه المناطق بعديد الفعاليات والملتقيات الدولية كمجلس حقوق الإنسان بجنيف وهيئة الأمم المتحدة بنيويورك، والذين أشادا لأكثر من مرة بمجهودات المغرب في هذا المجال باعتباره نموذجا لدى دول شمال إفريقيا والدول العربية وعديد دول العالم. وما الإشارة الأخيرة ضمن التقرير الأممي الأخير لعمل اللجتين الجهويتين لحقوق الإنسان العيون السمارة والداخل أو سرد لا دليل واضح على ما باتت تنعم به هذه المناطق من انفتاح ديمقراطي وحداثي في مجموعة من المجالات، فصارت خلال السنوات الأخيرة المناطق الجنوبية قبلة لعديد وفود دول العالم سواء منها السياسية أو الحقوقية أو الاقتصادية تطلع عن قرب على منجزات بلادنا بهذه المناطق. مكتسبات أكيد أنها حققت في ظروف جد صعبة دوليا تجعل المغرب يسير بخطى ثابتة وبمواقف حازمة نحو ترسيخ قيم الحداثة والديمقراطية. وفي ظل الظروف الحالية ومواصلة المضايقات العدائية من لدن جبهة البوليساريو والجزائر ضد وحدتنا الترابية، لا زال المغرب مطالبا بالانكباب على دراسة عديد النقاط ذات الصلة بهذه القضية. في موضوع آخر، تتواصل فعاليات المعرض الجهوي للفلاحة بقليميم حيث نظمت ندوة حول موضوع المسار التقني لزراعة النخيل وتسويق منتجاته. عروض قدمت خلال هذا اللقاء وتم التطرق فيها إلى تقنيات زراعة النخيل والأمراض التي قد تصيبها وإعطاء معلومات للفلاحين خاصة منتجي التمور حول كيفية محاربة هذه الأمراض. المزيد من التفاصيل في روبورتاج حي جبتامك ومحمد فاضل عبيدة. إلى توصل بين الفلاح والكساب
والوزارة. المسار التقني لزراعة النخيل وتسويق منتجاتها موضوع الندوة التي نظمت على هامش المعرض الجهوي للفلاحة بتأطير من المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية. وقد استفاد من هذا التكوين أزيد من 40 فلاحا من منتجي التمور بطاطا وبوزكارن. جينا باش نشوفوا الامراض اللي تكونوا في النخل، وشفنا الامراض اللي كيكونوا في النخل استفدنا فيهم بزاف، كيفاش نعالجوه وكيفاش باش يتطور هذا الشيء اللي قدام ان شاء الله بحول الله تعالى. بغينا نستافدوا من الامراض اللي كتصاب النخل وكيفيه الغرس والاستفاده من جميع الامراض التي تتعلق بالادويه التي تصاب الامراض التي تصاب النخل. عروض قدمت خلال هذا اللقاء التكويني حول أصناف التمور والتقنيات الزراعية والتسميد والسقي والتقليم والجني والتخزين وكذا التسويق، بالإضافة إلى التطرق إلى مواضيع حول كيفية محاربة الأمراض والحشرات التي قد تصيب النخيل. في اطار واحد العرض حول الامراض ديال النخيل اللي كينظموا المكتب ديالنا المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه على هامش المعرض الجهوي للفلاحه بجهه قلميم السمار، والعمل كيندرج في اطار البرنامج ديال الاستشاره الفلاحيه، البرنامج الجهوي للاستشاره الفلاحيه اللي سطروا المديريه الجهويه للاستشاره الفلاحيه بقلميم السمار، واللي كيروم انه يواكب الفلاحين خلال زيارات ميدانيه. سيت بارتيسيباسيون افيك ليسباس دانيماسيون اللي فيت اوتور de sessions de formation au profit d'un certain nombre d'agriculteurs. Alors sur toute la période du festival, du salon, il y a des voyages encadrés qui ont été organisés pour les agriculteurs des différentes régions de Gulmim, à savoir les agriculteurs de Tata, les agriculteurs de Gulmim et les agriculteurs de Assa. ندوة إذن تأتي ضمن فعاليات المعرض الجهوي للفلاحة في دورته الخامسة، والذي يروم إلى التعريف بمختلف المؤهلات الفلاحية التي تزخر بها الجهة وخلق تواصل وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين والمهتمين بالميدان الفلاحي. في نفس الموضوع، شكل إدماج المرأة في الاقتصاد الاجتماعي محور لقاء تواصلي نظم على هامش المعرض الجهوي للفلاحة في دورته الخامسة بمشاركة العديد من التعاونيات الفلاحية بالجهة. ندوة تم من خلالها استعراض تجارب إنتاج التعاونيات والإكراهات التي تعترضهما، كما قدمت عروض ناقشت كيفية تثمين المنتجات لتستجيب لشروط الجودة والتسويق. عودة مع حجاب تامك ومحمد فاضل العبيدة. عدد من التعاونيات والجمعيات النسائية النشيطة بالجهة استفدنا من لقاء تكويني وتحسيسي حول كيفية إدماج المرأة في الاقتصاد التضامني. عروض قدمت خلال هذا اللقاء وركزت بالأساس حول طرق الإنتاج وتثمين منتجات التعاونيات وتقنيات إنتاج منتوج بجودة عالية، إلى جانب المشاكل والإكراهات التي تعاني منها التعاونيات. الحمد لله كل شيء زين، نشكروا هاد الناس اللي داروا لنا تكوين واستفدنا منهم ياسر من شي كنا ما نعرفين وعرفناه. حضرنا هذا التكوين الزين وبغينا يعني يتم التكوين يعود كاين دائما باش نستافدوا ونجبروا يعني اقبال، وبغينا يعني المعارض تم يقبلونا فيهم والحمد لله. هي فرصة للتواصل مع النساء هذه المنطقة اللي كيعملوا في تقريبا جل المنتوجات المحلية من أرغان، الكسكس، العسل والدهن وجميع منتوجات الحيوانية، وهي فرصة باش نتكلموا على يعني الإدماج ديال المرأة في الاقتصاد التضامني والإدماج ديال المرأة في الاقتصاد التضامني والامباكت ديال الإدماج ديال المرأة على المستوى الاقتصادي. لقاء تكويني يأتي بهدف الرفع من قدرات التعاونيات النسائية وإطلاعهن على التجارب والخبرات الجديدة في مجالات الجودة والتنويع وتغليف المنتوج وكذا تسويقها. في الشأن الحزبي، افتتح بحي العودة بإقليم بوجدور مقر جديد لحزب الاستقلال، وذلك في إطار سياسة الحزب التي تنهجها المفتشية الإقليمية. المقر أطلق عليه اسم المرحوم المناضل الكبير لحسن ولد مويليد تكريما لروح هذا المناضل الذي اشتهر بحسن الخلق وحب الوطن. بريغنا العروسي ومحمد شارع.
حشد كبير من المناضلين والمنتسبين لحزب الاستقلال ببجور إلى جانب أبناء وأقارب الفقيد الحسن ولد مويليد خلال حفل افتتاح فرع الحزب بحي العودة. الفرع أطلق عليه اسم الفقيد تقديرا لسيرته ومسيرته النضالية. الحفل تخللته كلمات ركزت في مجملها على المسار الجهادي والنضالي للرجل الذي كرس حياته للدفاع عن المقدسات الدينية والوطنية والدفاع عن القضية الوطنية. اليوم كان نهار فضيل بالنسبة لحزب الاستقلال لافتتاح فرع هذا المجاهد، وكان يدل على شيء، فيدل على استضافة اليوم لأنه هو عضو من القوات المسلحة الملكية، وكان يامس ذكر التأسيس القوات المسلحة الملكية، واليوم كذلك كان تدشين وافتتاح فرع أحد رواد هذه القوات المسلحة لا وهو المجاهد الحسن المويليد. اليوم تم يعني تدشين فرع المجاهد المرحوم الحسن المويليد تقمد الله برحمته، المجاهد الذي يعني أدى الغالي والنفيس في الدفاع عن الوحدة الترابية. تكريم هذا المجاهد، تسمية حزب، تسمية فرع من فروع الحزب على اسم المجاهد الحسن المويليد، وجينا هون نشكرهم تمام الشكر، جزاهم الله عنا خير على هذا العمل اللي قاموا به، هذا التكريم اللي كرموا به هذا المجاهد باش يبقى خالد. هذا الفرع الجديد للحزب لم يفتح فقط لممارسة أنشطة الحزب والانفتاح على ساكنة بجور الجنوبية، بل لتكريم المرحوم الحسن ولد مويليد الذي نحت مسارات وضأ في حركة المقاومة وجيش التحرير، وكذا للوقوف على إسهامات الرجل في المجال السياسي والتعريف بها. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر شعبان لعام 1436 هجرية سيكون بعد غد الأربعاء، وفيما يلي نص بلاغ الوزارة بهذا الخصوص. تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1436 هجرية بعد مغرب يوم الاثنين 29 رجب 1436 هجرية الموافق للثامن عشر مايو 2015 ميلادية، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته، وعليه فإن شهر رجب يكون قد استكمل 30 يوما، ويكون فاتح شهر شعبان هو يوم الأربعاء 20 مايو 2015. نقبيا، عقد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للشغل بالعيون لقاء تواصليا مع شغيلة فوس بكراع المنتمين للنقابة ذاتها، وتميز هذا اللقاء بمناقشة وتضارس مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالفعل النقبي. محمد الفويرس ومحمد مشنان. حضور وازن لشغيلة شركة فوس بكراع المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للشغل بالعيون بهذا الاجتماع، والذي يأتي في سياق سلسلة لقاءات التواصلية والتي تعقد بشكل دوري من أجل تدارس مستجدات الملفات المطلبية المرفوعة للجهات المعنية وشرح وتبسيط القوانين المنظمة قطاع الشغل، بالإضافة إلى تصدير برامج مستقبلية لتعزيز وتطوير آليات العمل النقابي. وحنا على ابواب استحقاقات مهنيه اللي هي مهمه، خصوصا من بعد عده قوانين اللي جا بها الدستور الجديد، واللي نتوخاو من على ان تتغير من المشهد النقابي الان وتعطي اهميه كبرى للملفات العماليه، وحنا خصوصا ان في هذا الحراك الاجتماعي اللي كيعرفوا المغرب اخر شيء كانت مقاطعه ديال فاتح ماي، حنا اليوم كنوصلوا للصوره الحقيقيه لمدى الاحتقان الاجتماعي داخل الشغيله بشكل عام والشغيله الفوسفاطيه. اليوم اللقاء كيميزوا التحاق بعض الإخوان المسؤولين وطنيين محليين في نقابات أخرى بل في الفدرال الديمقراطي. اللقاء التواصلي اليوم جاء في إطار الاستعدادات والاستحقاقات اللي غادي تعرفها القطاع ديالنا إن شاء الله في الأسبوع الأول من شهر 6. احنا اللقاء اليوم اخترنا على استحقاقات اللي غادي تكون في ديال انتخاب مأجورين،
اللقاء اللي اختارنا اليوم يكون هو اولا نتواصلوا مع الشغيله الفوسفاتيه، ثانيا نوسعوا دائره الاستشاره مع الخوت في اطار اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب. تستعد الهيئات النقابيه الممثله لكافه القطاعات العماليه على المستويين المحلي والجهوي للاستحقاقات الانتخابيه المقبله والمتمثله في انتخابات مندوبي وممثلي الاجراء، ويشتد التنافس فيما بينها خلال هذه الانتخابات لكونها اختبار حقيقي لمدى قوه وحضور وتواجد تلك الهيئات داخل المشهد العمالي بصفه عامه. رياضيا، تميزت النسخه السادسه من السباق الدولي خطوات طنطان المنظم من طرف جمعيه الوسام لالعاب القوى من تالق كيني لفئه الذكور واثيوبي لدى الاناث، كما عرفت هذه التظاهره تكريم مجموعه من الفعاليات الرياضيه وتراس حفلها الختامي عامل اقليم طنطان. المزيد في ريبورتاج عمر مياره وعبد الرحيم حاجي. يدخل السباق الدولي على طريق خطوات موسم طنطان طبعته السادسة تتويجا للتجربة التي راكمتها جمعية الوسام الرياضية على مدى عقدين قبل الوصول لهذه المحطة، والتي تحمل العديد من الدلالات لعل أبرزها اعتبارها تكريما لأرواح الأبطال الرياضيين ضحايا حادث الحافلة بشبكة. الخطوات طنطان في الدورة السادسة ديالها كانت ناجحة تقريبا في المسائل التقنية. بالنسبة للانطلاقة كانت انطلاقة في المستوى، بالنسبة للمدار السباق كان رائع، يعني كان وحتى الجو ديال الطقس كان مساعد على تحقيق رقم، ولكن هناك 29 33 دقيقة اللي كان حققها الكيني كان مستواه عالي، بالنسبة للمستوى حتى بالنسبة للإناث كان مستوى عالي في المشاركة ديال المغاربة. وهنا هذه التظاهره بالنسبه لنا هي في الدور السادسه، اذا كانت على الضحايا ديال واد الشبيكه الاطفال الصغار، وعلى راسهم كان العداء الدولي سنقار محمد، وتسمت هذه الدوره بسميتو، يعني كان عطوها في ترحما على الذكر الاربعين ترحما على هذا العدائين في هذا المستوى. دورة هذه السنة تعرف مشاركة ثلة من أبرز العدائين الأفارقة في منافسة مع أبرز العدائين المغاربة للظفر بلقب السباق، والذي أعطى انطلاقته باشا المدينة مرفوقا بالنائب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة لتنطلق كوكبة العدائين في سباق مع الزمن وقطع مسافة 10 كيلومترات سيقطعها هؤلاء الأبطال موزعة بين 5 كيلومترات خارج مدار المدينة، والتي ستكون المحك الحقيقي لاختبار الجاهزية والاستعداد البدني للمتسابقين، حيث ستتشكل كوكبة من أبرز الأسماء المرشحة للفوز. ومع توالي الكيلومترات سيتمكن الكينيين من الانسلال وتزعم السباق، سمة ظلت الأبرز على طول المدار الحضري للمدينة. وبخطة محكمة سيتمكن العداء بور إيمانويل من حسم الفوز بالسباق متبوعا بمواطنه جيستيس كيب كوجيل، فيما حل البطل المغربي عبد الله تغرفت في المرتبة الثالثة. تمت دعوتنا للمشاركة في سباق الطنطان، حيث كان الاستقبال أكثر من رائع، وأنا سعيد بحصولي على الرتبة الأولى حيث كانت المنافسة قوية. مدار السباق وحالة الجو كانتا مناسبتين لإجراء هكذا سباقات، وأشكر لمنظمي سباق طنطان حسن الحفاوة والاستقبال وشكرا. الحمد لله استطعت باش ندير الرتبة الثالثة رغم الجو كان شوي قاصح، وهذه هي أول مشاركة ديالي هنا في طنطان، نتمنى إن شاء الله السنة المقبلة نجي وباش نفوز إن شاء الله في مدراهم. سباق الإناث لم يختلف كثيرا عن سباق الذكور، حيث سيطر إفريقيا إثيوبيا على مقدمة السباق منذ الانطلاق حتى خط الوصول، وفوز العداء ميسي كريم سيفو بلقب بطلة نسخة هذه السنة متبوعة بالعداء المغربية حنان كلوز، فيما اكتفت العداء حياة العلوي بالمرتبة الثالثة. وانا جيت سعيده بالمشاركه ديالي الاولى في مدينه طنطان، اللي في الاجواء كان اجواء جيده والجمهور جيد والتنظيم كان في المستوى، وانا جيت سعيده بالحصول على المرتبه الثانيه في هذا السباق الدولي، وانا جيت سعيده بالحصول ديالي كيحصل لي الشرف انني شاركت في مدينه طنطان. التوقيت كان ممتاز، الحضور كان ممتاز، التقنيه جديده ديال الباركور، والحمد لله لاول مره كنديروا باركور على صعيد المدينه كامله. انا دخلنا فيها 5 كيلومتر نص طنطان و5 كيلومتر خارج المدار الحضري طنطان،
وكانت نسخه الحمد لله من انجح النسخ، وكنطلبوا من مولانا في هذا الوقت اننا من الان نخدموا النسخه السابعه باش تكون احسن واحسن. اسدال الستار على فعاليه السباقات الدولي بتتويج الابطال، حيث اشرف عامل اقليم الطنطان والوفد المرافق له على توشيح صدور الفائزين بالمراتب الاولى للسباق وتوزيع الجوائز والمبالغ الماليه، فيما كان فرصه لتكريم مجموعه من الفعاليات المساهمه في انجاح السباق، وكذا البطلين الواعدين الفائزين بالبطوله الوطنيه وتمثيل رياضه العاب القوى بالطنطان على احسن وجه بمدينه اكادير. جديد الصحف الوطنيه الصادره يوم غد الثلاثاء ان شاء الله في تقرير الزميل بكر دليمي. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادره يوم غد الثلاثاء من يوميه الصباح التي كتبت: بعد مرور 10 سنوات على إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جرى الإعلان عن حصيلتها من قبل المشرفين عليها، وهي المشاريع التي استفادت منها الأقاليم الجنوبية للمملكة، كما هو الحال بالنسبة لباقي الأقاليم. وذكرت الصباح في باقي تفاصيل الخبر أنه خلال 10 سنوات من المبادرة، استفاد 10 ملايين من مشاريع المبادرة وحققت أزيد من 7000 نشاط مدير للدخل. يومية الأحداث المغربية كتبت في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء: بدأت القوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي استعداداتهما لخوض المرحلة الثانية من مناورات الأسد الإفريقي، وقد وصلت العديد من الآليات العسكرية ومدرعات برمائية إلى ميناء أكادير، ومن المنتظر أن تعرف هذه المناورات تمارين للقوات الملكية الجوية مع نظيرتها الأمريكية تشارك فيها مقاتلات F-16 ومقاتلات أمريكية حلت مؤخرا بالقاعدة العسكرية الجوية لبنغرير، كما تشمل المناورات تمارين برية لوحدات عسكرية مختلفة. يذكر أن المرحلة الأولى من المناورات التي تمت في مارس الماضي عرفت مشاركة عدة دول وركزت على دعم وتطوير القدرات المخابراتية العسكرية وتنظيم قيادة مشتركة من قوات التحالف الدولية من أجل مواجهة أزمة كبيرة. يومية المساء كتبت في ملحقها الاقتصادي بأن مجلة جون أفريك كشفت أن الأبناك المغربية الكبرى التجاري وفابانك والبنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك المركزي الشعبي أضحت تقدم نموذجا في إفريقيا جنوبية الصحراء، مشيرة إلى أنها تبوأت بعد 10 سنوات من الحضور موقع الريادة في الخريطة البنكية جنوب الصحراء. وقالت الأسبوعية استنادا إلى دراسة لمكتب الاستشارات الاقتصادية حول الأسواق البنكية الناشئة أن الأبناك المغربية الثلاث تمتلك نحو ثلث الوكالات البنكية بالمنطقة، مشيرة إلى أن الأبناك المغربية تمكنت من الاستفادة من نمو الأسواق الإفريقية ذات الإمكانيات الكبيرة. جريدة هسبريس الإلكترونية كتبت أن حادث السير المفجع بالقرب من مدينة الطنطان والتي أدت إلى مقتل 34 شخصا حرقا داخل الحافلة حركت الجهات المسؤولة للمبادرة بإيجاد حلول تساهم في تعزيز البنية الطرقية لهذه المنطقة، وذلك في خضم مطالب متنامية تدعو إلى إطلاق مشروع طريق السيار يربط الشمال والجنوب. وتدارست اللجنة الاستراتيجية التي يرأسها وزير التجهيز والنقل واللوجستيك وتضم المتدخلين في القطاع وخصوصا مديرية الطرق والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إحداث طريق سيار يربط مدينتي أكادير وقليميم التي تعتبر بوابة الصحراء. ومن يومية الأخبار نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادرة يوم غد الثلاثاء، وكتبت بأن إخصائيين مغاربة في التغذية ينصحون بتناول الكمون الذي يساعد في عملية الهضم والتخلص من السموم، فملعقة صغيرة واحدة من الكمون تزود جسم الإنسان بالألياف الغذائية اللازمة لهضم الطعام، ويساهم الكمون أيضا في التخلص من السموم المعوية وخروجها من الجسد. وذكرت الأخبار في باقي تفاصيل الخبر استنادا للرأي المتخصصين فإن الكمون يحمي الكبد والكلى من الإجهاد.
والآن نصل للفقرة اليومية الخاصة بأحوال الطقس المرتقبة بأقاليمنا الجنوبية، إذ يرتقب انتشار بعض السحب المنخفضة جوار السواحل الممتدة شمال بوجدر، فيما ستظل السماء نسبيا صحوة بباقي الجهات الأخرى. درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 12 درجة بإقليميم و 24 درجة بأوسرت. المقابل ستتراوح درجة الحرارة العليا ما بين 35 درجة بأوسرت و 20 درجة بطرفي وسيدي إفني. حالة البحر بالواجهة الأطلسية، سيكون البحر قليل الهيجان الهائج وسيصبح محليا هائج إلى قوي الهيجان ما بين طنجة والداخلة وهائج جنوبي سواحل الداخلة. شروق الشمس سيكون على الساعة 7:07، أما الغروب فسيكون في حدود الساعة 8:31 بحول الله. درجة الحرارة ببعض المدن المجاورة لبلادنا 37 درجة بنواكشوط، 36 درجة بين وادي بو، 24 درجة بلاس بالماس، 34 درجة بتيندو، 43 درجة بالرابوني مع تسجيل 24 درجة بالعاصمة الرباط. في ختام هذه النشرة المباشرة